في مكان احنا مدته 41 عام وزياده احنا وهنا في غادي غرج علل انا الاول بعدا انا الكرسي ديال الطاكسيات ما عندي فين نمشي هذه الباصه ديال المعشه ديال هي هذه وربعه الوليدات ضو الماء والكرا وكل شيء المصاريف بزاف عندنا خويا وما كاينش اللي غادي يعاوننا والو انا دابا اليوم 18 باش وانا مريض وانا مهو يلا هو حتى ثلاث ايام باش هو تنرزق الله على راسي والخبز ولا حار هنا والفراشات مكرسينا هنا بزاف والفراشات عامرين الدنيا هنا كلها كل بلاصه انا وكاين ما كاينش نعيش ولا فين غنبركو كل انا ولا واحد سيد صاحبي دائما واكلين العصا بزاف الفراشات مكرسينا زايدين عندنا ما فين غادي نمشيو عندنا فين غنمشيو غادي نحلو هادي هي راه عندنا فوضى بزاف هنا في الكراج علال قدام القيزاري العفاري ستاسيون الباهيه القديمه اللي معروفه بالباهيه انا وصاحبي راه معذبين هنا راه ما بقاوش كيخلونا في النوق وما كيخلوناش فين اش نعملوا هنايا وعندنا وليداتنا وما معايشينش مزيان حنا راه ملهلوكين هنا بزاف كاع وما كاينش اللي كيعطينا وقت والفراش راه كاين هنا فراش على الجاد ما كيخليوناش فين نوقفوا كاع والبوليس كيشوف فيهم ما قدرش يهضروا معاهم والو لا لا رواج لا يديك لا يخليك القضيه واقفه على الحد الكراج على مدة من الخمسينات وانا في كراج علال احنا باقين الله الله 50 عام وحنا كنبيع ونشريو فاش ما والو عارف هاد الشروين ما عندك فين تمشي لانه هذا مصدر الرزق ديالنا حنا كن تخاطفوا تمشيو على الله واش غنقول لك الله يكون في العوان الله يكون في العوان كل حتى واحد ما جابته يعني ما جابوا يعني الفرح يعني كل واحد جابوا طرف الخبز حتى واحد ما كره لو كره بنادم منين يرد شي طريف الخبز يعني ما غاديش يجي يجلس في الشمس هنا البرد هنا الخبره الجوع يعني بنادم راه كيعاني القطاع غير مهيكل يعني خص الناس يديروا لهم اسواق نموذجيه يخلصوا واحد لاصون في الشهر يديروا لهم ضريبه سنويه باش يخدموا تاهما على ولادهم راه كتشوف حتى الشباب راه مسكين راه ضايع اش غادي يديروا هاد الناس الا ما داروش الفراشه فين غادي يمشيو اش غياكلوا اش غيشربوا باش غيقراو ولادهم ما كاينش غادي يشوف بهم يعني الا ما كانش الفراشه راه ما كاين والو